نعمل خلينا نشوف المتطوعين بيقولوا ايه وناخد طبعا. واحد المتطوعين محمود الحجر متطوع عمل خيري في محافظة الفيوم. صباح الخير عليك يا محمود، اهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بيك محمود. عايز اعرف طبيعة شغلكم في التطوع للعمل الخيري ايه، يعني ايه الدور اللي بتقوم بيه انت وكل واحد موجود معاك في العمل التطوعي اللي بتقوم بيه؟ يمكن احنا في خلال شغلنا في التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، احنا بننزل بقوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات، بنشتغل قوافل طبية، بنشتغل قوافل مساعدات مواد غذائية، بنشتغل في تمكين اقتصادي مراكز، بننزل في بعض القرى يعني يمكن بننزل نرصد احتياجات القرى الأكثر احتياجا دي، بعض الأماكن اللي محتاجة وصلات مية وبعض المنازل اللي بتبقى محتاجة لرفع كفاءة وفرش وأجهزة كهربائية، بالإضافة إن إحنا يمكن مش بنشتغل يعني مش بنوصل مية أو بنرفع كفاءة منزل وبنمشي، لا إحنا يعني بنتشارك مع سكان القرية وهي المنطقة إيه الحاجة اللي نقدر نساعدهم فيها، يعني مش هفضل أنا أدي مساعدات سواء مادية أو مالية، لا أنا عايز أساعدك ويبقى في استدامة وفي تنمية. في بعض القرى بيبقى عندهم بعض الحرف محتاجة بس الإيه يعني محتاجة ادعمه فيها وانميها، يعني نزلنا في بعض القرى في الفيوم قريه دار السلام احدى قرى مركز يوسف الصديق، لقينا ان القريه الاهالي كان عندهم زي يعني حرفه السجاد اليدوي ومع قله الدعم وقله الاهتمام يعني وقفت شويه. قعدنا مع الاهالي ولقينا ان عندهم فكره محترمه وهي مشروع زي مصنع سجاد يدوي، دعمناهم في الفكره وجبنا لهم مدربين واديناهم حافز ان هم يحضروا تدريب للسيدات وكده. كويس جدا. بعد ما كان ما فيش يعني عندهم دخل اصبحوا لا بقت هي صاحبه يعني عندها حرفه بتشتغل وهي في القريه ما بتخرجش بره القريه بتاعتها وبقى عندها دخل. عظيم. محمود انت اصلا من الفيوم؟ اه من الفيوم يا فندم. جميل جدا، يعني عارف كل المراكز والقرى والنجوع وفاهم كويس قوي احتياجات المناطق دي، اعتقد ده سهل طبعا. عليك يعني مش لسه طبعا داخل طبعا المحافظه وعايز تتعرف على المشاكل اللي فيها. طبعا. طيب. لا ومن خلال برضه شغلنا في مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني اشتغلنا في محافظات عديده يعني وابرزها المحافظات الحدوديه يعني. فبقى عندك خبره كمان. زي البحر الاحمر، حلايب وسلاتين، شمال وجنوب سيناء، طيب الوادي كويس الجديد. كويس جدا. ايه اللي خلاك اصلا تروح لفكره العمل التطوعي؟ والله هو كان من خلال مشاركه في قافله طبيه مع استاذنا وزي ما بنلقب حضرته كده يعني قائد مسيرة الخير والتنمية في مصر وضيف حضرتك الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء وأستاذ صناع الخير. البداية إن كانت قافلة في القرية اللي أنا منها ودعونا للمشاركة، كانت قافلة طبية في إحدى مبادرات المؤسسة، كانت مبادرة عينيك في عينينا للكشف على مسببات العمى. للأمانة لما شاركنا في القافلة وشفنا الجدية اللي حصلت نزلوا المستشفى على أعلى مستوى، كشفوا على أهالي القرية عندنا، اللي محتاج أدوية صرفها في القافلة، اللي محتاج نظارة أسبوع والسلم من السلم نظارته، بعدها بأسبوع تواصلوا معانا بعتوا لنا إكسل في حوالي 250 حالة عمليات متنوعة ما بين مية بيضة وزفرة وزرع قرنية، لينا في جدية يعني ما كناش يعني متوقعين إن المبادرة بالشكل ده. فمن هنا كانت الانطلاقة للأمانة يعني، وكانت فرصة ممتازة بالنسبة لي أنا وبعض أصدقائي. عظيم. أكيد. كل الشكر ليك محمود على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه. معنا على التليفون عمر أسلان متطوع عمل خيري بالأقصر، أهلا وسهلا بيك يا عمر. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور يا عمر. إيه اللي خلاك تنضم للعمل التطوعي وللعمل الخيري بقى كمان بصفة عامة، خصوصا إن احنا عندنا شايفين مؤخرا في مشروعات كتير خدمية وتنموية؟ اولا انا حابب اعبر عن شكري وامتناني اللي دخلت مع حضراتكم النهارده. اهلا بيك. في ظل اليوم العالمي للعمل الخيري. تمام. قد يكون ده نيابه عن الاف او مئات الالاف من المتطوعين اللي شغالين في العمل الخيري داخل القطر المصري. وجودنا بقى في موضوع العمل الخيري، اولا العمل الخيري عمل لازم يكون بيتم من داخل القلب، يعني ما ينفعش حد يشتغل في العمل الخيري وهو مش حابب يشتغل في العمل الخيري.
احنا بنقدر طبعا حاليا نشوف دور الشباب في جميع قطاعات العمل الخيري شغالين. كل الشباب اللي موجود حاليا في العمل الخيري كان موجود نتيجة وجوده في مكان معين، في نشاط معين، في نشاط عمل مجتمعي معين، تمام، هو اللي وصل من خلاله انه يحب المجال ده او يشتغل في مجال العمل التطوعي. طيب ده عظيم جدا. عايز اعرف منك عدد المشروعات اللي تمت او طبيعة المشروعات اللي تمت عندكم في المحافظة. احنا في ظل طبعا التحالف الوطني وظل مؤسسة صناع الخير، احنا عندنا مشروعات كثيرة وعندنا محاور تنمية مختلفة. زي محور التمكين الاقتصادي مثلا، الأسر الأولى بالرعاية اللي احنا بنتكلم من خلال مثلا مبادرة أطلقتها مؤسسة صناع الخير زي مبادرة مراكب الرزق. اللي قدرنا من خلالها ان احنا نوفر مئات المراكب لصغار الصيادين اللي موجودين عندنا في قطاع جنوب الصعيد. عظيم. دي اللي كنا الاستدلال الاساسي لنا ان الحاله تكون صياد، رفعنا كفاءه الصياد نفسه في المرتبه الاولى. قمنا برفع كفاءه او استبدال المراكب الصيد بمراكب صيد حديثه مجهزه فيها الأدوات اللازمة لعملية الصيد من غزل ومطور وخلافه. ده كله أسهم في حياة الصيادين أو صغار الصيادين، إن حد ما كانش عنده حاجة خالص، ما فيش دخل ثابت، أصبح ليه دخل ثابت. ومن خلال المتابعة المستمرة للمبادرة قدرنا ان احنا نطور من الموضوع ونجيب مواتير ونجيب وخلاف ونشوف الحالات محتاجه ايه. اما على مستوى التمكين الاجتماعي طبعا فاكثر من اذا كانت صناديق الحمايه الاجتماعيه اللي احنا بنقدر نوزعها على الحالات الاولى بالرعايه. عندنا برضو الحمد لله في اسوان، في محافظه اسوان الحمد لله افتتحنا حديثا مركز استدامه، مبادرة اللي أطلقتها صناع الخير. مركز استدامة بيخدم الكثير من الأسر الأولى بالرعاية، بيحافظ على التراث اللي بتمتاز به القرى النوبية عندنا في أسوان. ده برضو كان دافع رئيسي للشغل على الأرض في وجود التحالف الوطني في العمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير يعني. طب خلينا نشوف أنت اشتغلت بإيدك في إيه. يعني إحنا عارفين أن العمل التطوعي بيبقى تحت مظلة كبيرة، بيبقى فيه بقى عمل تنموي وكمان عمل خيري وفي حاجات تانية كتير. أكتر حاجة اشتغلت بيها بإيدك في العمل الخيري ايه بقى؟ مد وصلات ميه، بيوت قايله للسقوط صلحتوها، متطوعين في اعمال خيريه لها علاقه بعلاج مرضى، قول لي عملتوا ايه يا عمر؟ احنا الحمد لله قدرنا نساهم في كل القطاعات المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي حضرتك. ساهمنا في الرصد الميداني للحالات بداية من مبدأ الرصد الميداني لاختيار القرى الأولى اختيار القرى الأولى بالرعاية. نعم. في مشاركة مجتمعية، في ابتدينا طبعا رفع كفاءة الجمعيات القاعدية اللي احنا بنعتمد عليها اعتماد أساسي في موضوع رصد الحالات. برضو يعني قد يكون همينا بمشاركة الشباب من داخل القرى نفسهم عشان خاطر ما يبقاش الاعتماد الكلي على شباب جاي من بره او شباب القرى. صحيح، مش اولا محتاجين ان هو يشارك، وفي نفس الوقت هو مش هيكون لو جبنا حد من بره مش هيكون فاهم طبيعه المحافظه. احنا بنشكرك طبعا يا عمر. الاعتماد كان اعتماد اساسي ورئيسي على الـ على الـ على الشباب اللي موجودين داخل القرى. عظيم، شكرا جزيلا ليك يا عمر. اللبنه الاساسيه لاستمرار الموضوع، لان انت حتى لو جيت من بره اشتغلت مشروع اشتغلت اثنين اكيد مش هتقدر توفر نفسك وجهدك لكل الوقت. صحيح، ومش هتقدر تشتغل في كل المحافظات طبعا بكل تاكيد. بس الامل في شباب القرى، في شباب المحافظات المختلفه. احنا بنتحرك كقطاع جنوب، بنتحرك في اكثر من اربع خمس محافظات، بنتحرك في قرى مختلفة كل يوم بشكل مختلف كل يوم. ربنا يوفقك يا عمر انت وكل الشباب اللي طبعا بيقوموا بعمل خيري تطوع. شكرا جزيلا عمر اسلان، متطوع للعمل الخيري من محافظة الأقصر.